السلام عليكم. بعد التعادل اليوم تاع النادي الافريقي ضد اتحاد تطاوين، ما نحبش نقول انها الوضعيه تاع الكلوب زادت ازمه اكثر. تعاطف مع الكلوب ام الكلمه هذه تتقال على القروان، تتقال على بنزرت، ام المردود اللي قاعد يظهر به النادي الافريقي من مقابله الى اخرى بعيد كل البعد على انه وضعيته تتأزم. بالمقابل من نجموش زاد نقولوا المهم الكلوب افريكا قاعده تربح في البوانات والكونتر قاعد يمشي، على خاطر في مرحله ما تولي مقابل تطاوين كما اليوم خاسر نقطتين ماكش رابح نقطة. صحيح الكلوب في مرحلة الإياب ما خسرت حتى مقابلة، 6 نقاط من 4 مقابلات، أما كان نحسبوها بالصحيح عبارة على الكلوب أفريكا رابحة 2 مقابلات وخاسرة 2 مقابلات، نحسبوها بالطريقة هذه تولي الأمور ما تعجبش. أما بصراحة التعادل اليوم تاع التطاوين عنده الأسباب نتاعو. نبداو بأرضية تيرا تطاوين، أخطأنا من الكلوب نحطوها أكوتي وماهيش مستانسة تلعب في الارتيفيسيال. أما راهو ثم ارتيفيسيال من ارتيفيسيال، راهو ثم ارتيفيسيال سيزيام جينيراسيون طالع توا، راك عبارة تلعب في البرنابي ولا تلعب في السانسيرو. أما الارتيفيسيال نتاع التطاوين هذايا الدوزيام جينيراسيون، وأنا متأكد سيسير انها تطاوين ملي داش نتو التوا ما تبدلش. نورمالمون الارتيفيسيال يعيش 5 سنين، التيرا هذا متاكد انه عمره بين 20 و25 سنه، واكبر من برشا عباد قاعدين يتفرجوا فيا. زيد عليها الريح يا معلم، راهو الريح اليوم في تطاوين مش عادي. انا ما نفهمش في الميتيو نتاع البحر والعقد والامور هذيا، اما اليوم بلغه البحر راه يمكن ثم 80 ولا 100 عقده ضربه واحده. قل لي هذا مش سبب مقنع، اما راهي الظروف هذية تأثر على نتيجة المقابلة. باش نبداو متفاهمين، انا راني ما نمشيش بالعاطفة وبلغة القهاوي، انا نحلل شنو قاعد نشوف سيرتينا ومردود الكلوب من مقابلة المقابلة قاعد يتحسن، نحبه ولا نكره. قل لي ما حشتيش بالمردود، حشتي بالنتائج يا البياري. نقول لك راهو كل شيء مربوط ببعضه، النتائج مربوطة بالمردود، ما غير مردود ما ثماش نتائج. ومانيش نلعب وحدنا، راه سيرتينا نلعبوا ضد جمعيات محترمة، وشفناها الجمعيات هذه في مرحلة الذهاب كلها بقصت علينا. توا الجمعيات هذه ولات تتمنى نقطة ضد الكلوب وحتى في بلادها. الكلوب قاعدة تجيها فرص وما هيش قاعدة تستغل فيها كوم الفو. شفنا فرصة حمزة العقربي ضد الرجيش في الدقيقة 90، شفنا فرصة آدم الطاوس كيف كيف ضد صفاقس ودحمان وليلي بوفون، واليوم ياسين الشماخي جاته فرصة الله غالب ضربت على البار. لو كان اتماركاو البنتوات هذوما باش يغيروا نتيجة المقابلة، ورانا شفنا الكلوب اليوم في ثوب انتصر له حيشي قاعد يقوم بمردود كبير، وشفناه هذا سير تيران. الكلوب ولات تدور كورة، الكلوب ولات ما عادش تطيش كورة، ولات تضغط على المنافسين. اما منتصر اليوم عمل دو شانجمون غالطين كومبليتمون. الغلطة الأولى الشانجمون تاع باسيرو كومباوري يا منتصر له حيشي، حكيتها في مقابلة الرجيش وباش نزيد نحكيها اليوم. باسيرو الكومبورتمون نتاعو ما هوش نتاع ملاعبي يلعب سير تيرا ارتيفيسيال. الملاعبي هذا بدنو ام عقد ما ينجمش يلعب على التيرانات هذه، وشفناه ضر الكلوب اكثر من اللي نفعها. والشانجمون الثاني الشانجمون الكارثي يا منتصر اليوم بالشانجمون هذا ما فهمتكش ايش حبيت تعمل. ياسين الشماخي ريتو اليوم ياسين الشماخي خرج، انا قلت سيفيني الكلوب اليوم مستحيل باش تربح. صفاقس الملاعب ياسين الشماخي اصفر خرجته، صحيح عباره افيرتيسمون اعطيته له. الملاعب يفيق على روحه انك يا ملاعبي راك تجري سير تيران كل ملاعبيه الكل على الكره، ترجع للديفونس تلعب القدام، الوضعيه تاع الكلوب ما تسمحش باش ترقد لي. الملاعبي فهم اليوم ياسين الشماخي كل فرصه، نقول ياسين الشماخي اليوم يماركي على اليمين على اليسار القدام يرجع لتالي فك كره تخرجوا خرجوا. ايجابيات نتاع المقابله اليوم برغم التعادل الكلوب اليوم وفقت بين معادله صعيبه برشا، انها تلعب لاتاك وتخلق الفرص وتحاول باش تسجل، وفي نفس الوقت ما تنساش الديفونس. شفناها الكلوب كل ما تضيع كره بيسح بيسح تعاود تسترجعها وتعاود تبني من الاول وجديد. كيف كيف بالضغط نتاع الوقت ما شفناش اللعب السلبي اللي عودتنا به الكلوب، وهو انك تحب تماركي تمشي الاسهل حكايه وهي من الديفونس للاتاك، سونتراج من الديفونس للاتاك. ولاد بارسير بطبيعته ويحب اللعبة هذه مادام يحب يعمل نول. بالعكس شفنا الكلوب حتى الدقيقة 70 الدقيقة 80 الدقيقة 90 الكرة تخرج نظيفة من الديفونس، بلال العيفة وسام يحيى القدام لعبنا على اليمين لعبنا على اليسار سونتراجات لعبنا في العمق. الله غالب ما وفقناش ربي سبحانه اليوم على خاطر كما قلنا وضعية الريح ووضعية امتاع التيران، اما بإذن الله بالوضعية هذه
نطمنكم راهي الكلوب ماشية في الطريق. غازي عبد الرزاق، راني ما نحكيش عاطفة، الملاعبي هذا بصراحة إن شاء الله ما عادش نشوفه سير تيران. اليوم شفنا محمد أمين إزغادة، الملاعبي مازال فرخ صغير يهرب به أهروب. توه بلال العيفة يوزن 500 كيلو، فيل صغير مع هذا الكل يلعب بقليب ويلعب بالجرينتا وعنده الغيرة على الجمعية وعلى المليول. عكس غازي عبد الرزاق ما هوش والجمعية السيد، والله لا عم باله تطيح الكلوب ما تطيحش، ما عم بالوش، انا اعطيني نكور نرجع الفورمة متاعي ومن بعد ربي معاهم خلي اهل البلاء في البلاء. الحكاية هذه زدت تأكدت منها في مقابلة اسفاقس بعد المقابلة، حرب سيرتيرا صايرة، الملاعبي ما عم بالوش. سألوا المذيع قالوا يا اخي شنو صار بعد المقابلة، قالوا ما نعرفش يا ودي هكا معاهم، قالوا ما نعرفش بلغة اخرى يا معلم، سيبني اخطاني ربي معاهم. ريتو الملاعبي هذايا والله العظيم طردوا الكلوب باش يشكي بها و300 و400 مليون من الفيفا. من رايي انا يبقى ياخذ الشهريه نتاعو، كان حب يخرج خرجوه عندنا البديل نتاعو اخر منه بعشرة مرات ويغير على الجمعيه اكثر منه بمليون مره. الترجي الرياضي التونسي اتحاد بن قردان، الترجي الرياضي انتصر في دقيقه 95 عن طريق ياسين الخميسي. كيما عودنا الترجي الرياضي ما يرحم حتى حد في بلاده، تي هو ما رحمهمش برا مش يرحمهم في بلادهم. الترجي الرياضي نحب ولا نكره بالي اخرى في البطوله الوطنيه، الترجي الرياضي ما عادش تعنيه البطوله، السنه الترجي مركز على الشامبيونز ليغ واللي قاعد نشوف فيه بالمردود اللي قاعد نشوف فيه وبتحسن المردود من مقابله المقابله، الترجي باذن الله السنه نشوفه قادر انه يتحصل على الشامبيون. الترجي عملت كيما عمل الحجاج ابن يوسف بالضبط، اني ارى رؤوسا قد اينعت ويجب قطفها. كيف كيف الترجي الرياضي اي جمعيه تبوجي هكا ولا هكا يكبر راسها شوي كيما بن قردان اليوم قص الراس من الاخر. البطوله الوطنيه معين الشعباني يعمل اللي يحب يغير كيما يحب، يغيرش ثلاثه اربع جوارات يغيرش جمعيه كامله ما تعنيهش برشا بحكم الرصيد الكبير والرصيد المتنوع في الافكتيف متاع الترجي. معلم كتشوف ملعبية في قيمة طه ياسين الخنيسي، بن شريفية، علاء المرزوقي، نسيم بن خليفة في البنك متاع الترجي، صحيح اليوم علاء وبن شريفية كورو اما بلغة الكرة يقعدوا ان بون روبلاسون في الترجي، تفهم الرصيد الكبير اللي عند الترجي. توهم الملعبية الاربعة اللي حكيت عليهم اي فريق في البطولة التونسية يتمناهم، اي فريق تلقاهم في الترجي بناكا، ولهنا سلاح ذو حدين، الحاجة الباهية على خاطر لهنا يبينك الافكتيف الثري متاع الترجي معين يعمل شونجمون كيما يحب ويلعب التكتيك اللي يحبه. أما الحاجة اللي مش باهية على خاطر كي يبدأ عندك فريق الملعبية متاعو النيفو متاعهم متقارب لهنا يعمل مشاكل، أي ملاعب يقول لك يا خويا أنا نحب نكور ما نحبش نقعد على البنك لهنا يعمل مشاكل للونترونور، وشفناها خويا بن شريفية وبن مصطفى. من رأيي أنا الترجي الرياضي يا بن شريفية يا بن مصطفى على خاطر الملعبية الجارديانات هذوما النيفو نتاعهم خويا متقارب. كيف كيف ياسين الخنيسي يقول لك أنا كل ما نهبط قاعد المركي نحب ناخو الفرصة متاعي، ولهنا إن شاء الله الإدارة متاع الترجي تركز على النقطة هذه على خاطر نحبوا الإفكتيف متاع الترجي ما يكونش فيه مشاكل حتى يشرفونا في الأفريق. في الختام بون شانس للكوب أفريكا في المقابلة القادمة ضد بن قردان في رادس، واللي ما فيهاش كلام المقابلة هذه كيف كيف الترجي الرياضي بون شانس في الأفريق ضد الزمالك في مصر.